القرآن عنده إشارات،
فالحب تخرج من هنا ليست التربية الإسلامية فقط فيها ثواب الأجر. ومن يوم أن المسلمين خيروا التكنولوجيا وخيروا مبادئ التقنية والاختراع والاكتشاف وخيروا الفيزياء والكيمياء تقدم الأخر متأخر من نحن. وما كان ينبغي إشاراتنا في القرآن وحتى في الأحاديث النبوية الشريفة ربما في خطبة من الخطاب أنا أعطيكم مجموعة كاملة في ندب الله شرع القلوب. الماء في الكرة الأرضية، نسبة الماء في الكرة الأرضية كم؟ نسبة اليابسة في الكرة الأرضية مش جاهل عن الحياة، أشار إليه القرآن، ذكر القرآن الكريم البحر في 42 آية، وذكر اليابسة في 13 نقطة، وشو 45؟ 45 وحدة. كي تحب تشوف النسبة الرياضية شوية هذيا، تلقى اللي الماء بالنسبة